السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نزرع بذور الميرامية. الميرامية تزرع عن طريق البذور وعن طريق الأشتال. ممكن تجيبوها شتلة جاهزة من محلات الزراعة، أو ممكن تجيبوا بذور كما هي شايفين أنتم. هاي بذور ميرامية بلدية. طبعا تزرع الميرامية في فصل الربيع. خلينا نحكي بس تبلش الدنيا. كنت تزرعوها الآن بدكم تراعوا إنه فصل الشتاء له عوامل، يعني في عوامل البرد ممكن تقتل الشتلة أو النبتة، ولكن أنا راح أزرعها بقصيص أو قوار. راح أزرعها وراح أحطها بمكان ما يعني ما يتأثر بعوامل الشتاء مثل البرد، أو ممكن كيسه أو تحطوا كيس نايلون شفاف على القصيص اللي بدكم تزرعوا عليه، حتى تحموا الأشتال من إنها تموت. فزي ما أنتم شايفين، هاي هي بذور الميرامية البلدية موجودة في جميع محلات الزراعة. طبعا أنا فتحت نص سطل وراح أزرع فيه بذور الميرامية. طبعا راح نحط تراب أحمر، راح نحط سماد طبيعي. حاليا عندنا متوفر سماد طبيعي، راح نحط تراب أحمر ونحط سماد طبيعي او زبل كما يسمى، وبنحط حبات البذور. تابعوني. زي ما احنا شايفين، اول اشي طبعا حطيت طبقة من التراب الاحمر، ومن ثم حطيت طبقة من الزبل المعالج الطبيعي، ومن ثم حطيت طبقة ثانية من التراب الاحمر. الان بنجيب مثلا بنحط حبات الميرامية. راح افرجيكم كيف. مثلا هاي حبة بإيدي، حبة. الآن بنحط مثلا هون حبة، بعيد عنها مسافة بنحط حبة ثانية، بعيد عنها مسافة بنحط حبة ثالثة. يعني خلينا نحكي الخط الواحد خلينا نحط ثلاث حبات، ثلاث حبات، ثلاث حبات، ثلاث حبات، ثلاثة ستة تسعة 12 حبة راح نحط. هاي أول حبة حطيناها، هاي الثانية، هي الثالثة. هيك انتو بتضمنوا انه الاشتال تنجح معكم وتطلع. لما تضيفوا كمية كبيرة من الحبات جنب بعض، هيك راح الحبات تكون ضعيفة. بعد ما نحط البذور بنحط طبقة من التربة، انه تغطي هاي البذور. ما تكون كثير سميكة. طبعا متابعينا الكرام، حطيت طبقة من زبل المعالج على التراب الأحمر بعد ما غطيت حبات الميرامية، ورويتها روية غمر. لازم تروها روية غمر. الآن بعد ما رويتوها روية غمر بنسكر، راح أسكر هذا السطل أو القصيص بنايلون حتى تحمي الأشتال بس تطلع من عوامل الجوية اللي زي ما انتم بتعرفوا برد وعوامل فصل الشتاء. بيكون الشكل النهائي بعد ما غطينا القصيص بالنايلون حتى تنبت البذور وتتشتل إن شاء الله، ومن ثم بالربيع بإذن الله بنقدر إنه ننقلها، يعني بشهر آذار خلينا نحكي بنقدر إنه ننقلها يا إما على قصيص أكبر أو على الأرض. ويعطيكم العافية.